هذاك يجيك في وجهك هكا ماما ماما حب ناكل ماما ماما نحب البارح قلت له نحي يدك شنو ماما ما حتى نعطي الولد بلادي انا باش نعطيك بروح البلاد منهم مره مراه انا مديت لها والراجل خلط علي قال لها والله لا تحشمها فك لها من الفلوس من يديها ورجعهم لي قال لي ريت هذيك عندك دار قلت له لا كاري يا خوي قال لي هذيك بدارها كثروا على الاخر ياسر ياسر بصراحه ياسر زيد كملوا علينا قلت لك لا فارقه تشوف فيه ثلاثه صغار وصغير في يد البارح والله صغيرها ترضع فيه في الشارع في باب تزير مخرجه صدرها وترضع فيه في الشارع وزوج صغار هكا على روس بعضهم بجنبها الاخرين ماما 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 اش من ماما اش بنتي بالحق راه ماهيش راسيزم ولا حاجه اما احنا ماناش ناقصين برا خدم زاده انت برا لم الدبابس كيما التوانسه فما والله فما ناس اقسم بالله نعرفهم هم جيراني انا في الدندان ونرى فيهم بعيني كل يوم والله مسكين يخرج من ساعتين نتاع الليل نخدم الهريسة العربي في الدار ونبيع نخدم نلمك الصابون من عند المرسترونات وندور الزيت القديم هذاك وندوروا صابون ونبيع تسكرت مغادي بسيسه حلو نخدم ناطر نهار نخدم راني 62 سنه ومريضه راني عندي 60,000 مرضومه عندي القلب يعني والله تبارك كنت عند طبيب القلب اخر احصائيه تقول لي عندنا 5000 متسول في تونس هذا مش اكثر هذا مش اكثر ابار لا فارقه والله ابار لا فارقه شيء مهول والله العظيم ولا شيء حشم والله حتى قدام السياحه قدام الاجانب قدام الجزائريه يجونا شيء كبير في تونس ولا يقولوا اللي يصور ما يقارب 145 دينار واقسم لك بالله يا الزواوله الناس الزواوله المتعفين نعرفهم انا حق المعرفه لا يخرجوا لا يمدوا يديهم يبيعوا الساشيات يبيعوا الكيكي يخدموا اي حاجه في الدار باش يلقطوا قوتهم ولا يخرجوا يمدوا يديهم يلي ترى فيهم هذوكم الكل منهم مره مراه انا مديت لها والراجل خلط علي قال لها والله لا تحشمها فك لها من الفلوس من يديها ورجعهم لي قال لي ريت هذيك عندك دار قلت له لا كاري يا خوي قال لي هذيك بدارها المتسولين اليوم عندهم ديار الكل والله قال لي هذيك بدا مش الكل ما نقولوش الكل هو الحقيقه اما ياسر بصراحه ياسر تحب تخدم تخدم اخدم ما نعرفش انا تخدم الناس قبل يقولوا شقي ولا محتاج صحيت حتى ربي قال لك اليد العليا خير من اليد السفلى اتخدم ما سالش دق الباب ماهوش عيب دق الباب امشي دق الباب اما ما تحبوش شكون يمسح لكم شكون يقضيكم شكون ياسر كثروا هكا راهو راهو شيء مهول راه والله والله شيء مهول وقلت الافارقه ابار لا فارق هذاك يجيك في وجهك هكا ماما ماما حب ناكل ماما ماما نحب البارح قلت له نحي يدك شنو ماما ما حتى نعطي الولد بلادي انا باش نعطيك بروح البلاد قلت له بالحق راه ماهيش راسيزم ولا حاجه اما احنا ماناش ناقصين برا خدم زاده انت برا لم الدبابس كيما التوانسه فما والله فما ناس اقسم بالله نعرفهم هم جيراني انا في الدندان ونرى فيهم بعيني كل يوم والله مسكين يخرج من خماس ساعتين نتاع الليل ويبدا يلم في الدبابس ويطير مصر وكاريه وبو صغار ويقري فيهم وامور واضحه وكترى العشيه مبدل ونظيف اقسم بالله لا تقول هذا اللي قاعد يلم في الدبابس ها ولا يخلي مرته محتاجة بقفتها وتخرج تقضي أمورها مريقلة كذب عليك حب يخدم يخدم حب يخدم يخدم قول انتي خدمة عمي أنا أعطيك أنا مثال والله لاني باش نحشم ولا حتى أنا هاني امرأة عمري 62 سنة لا شو نقول لك بنيت لا عندي شهرية لا عندي شكون يعينني هاني نخدم نخدم صحيح بنتي معايا عايشة معايا في الدار وهي تخلص الكريمة قدش منها مسكين واني ديما نسعى باش نخدم الهريسة العربي في الدار ونبيع نخدم نلمك الصابون من عند المرسترونات وندور الزيت القديم هذاك وندوروا صابون ونبيع تسكرت مغادي بسيسه حلو نخدم ناطر نهار نخدم راني 62 سنه ومريضه راني عندي 60,000 مرضومه عندي القلب يعني والله تبارك كنت عند طبيب القلب ونخدم طير مصروفي نعاون بنتي باش نخلص دواء نخلص ما نشري دواء نمشي للطبيب نعاون بنتي نعاون هذوما اللي يطلبوا في الشارع توا ساعات يقول لك واحد ساعات واحد يقول لك يطلب اعطيه معناه اذا انت قادر تعطي شكون انت لا انا ما نعطيهمش الحقيقه نتاع ربي انا كي نحب نتصدق بحاجه بيني وبين ربي مش نقول انها نمشي الانسان نعرفه ما عندوش لا اما نعطي الحد اللي هو يعرف شكون اللي ما عندوش الحقيقه اما راهو والله العظيم هاني نحلف انا وهاني مسؤولة على الحلفين متاعي يا معظمهم الطلاب متاع تونس كل لباس عليهم والله لباس عليهم أنا مش عارفة وين الدولة وين صراحة ما يتهزوا هذوك ما يقعدوا ياسر خاطر كثروا 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 برشا برشا تطلع في المترو تلقاهم في التران تلقاهم في الستاسيونات تلقاهم كثروا
كثروا على الاخر ياسر ياسر بصراحه ياسر. زيد كملوا علينا قد كلا فارقه تشوف فيه ثلاثه صغار وصغير في يد البارح والله صغيرها ترضع فيه في الشارع في باب الزير مخرجه صدرها وترضع فيه في الشارع وزوج صغار هكا على روس بعضهم بجنبها الاخرين ماما 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 اش من ماما ايش بنتي بري